هذا البزنس كارت الديناميك اللي كنت عم بحكيكم عنه. هيدا بزنس كارت واحد بيغنيكم عن كل البزنس كارت اللي بتكونوا عاملينها. كل اللي عليكم تعملوه تفتحوا تليفونكم، تدقوه بالتليفون وبيفتح عندكم البروفايل تبعكم على البزنس كارت. اول شيء ببين عندكم، ببين اللوجو، اسم الشركة، الاسم تبع الشخص، البوزيشن، رقم التليفون، الواتساب، اللوكيشن، الايميل والويب سايت. بعدين فيك تعمل سيف للكونتاكت، تعمل شير، عندك الانستغرام، الفيسبوك، هودي انت بتكون ضيفهم عليه. بعدين الكيو ار كود، اذا كنت ناسي الكارت بالبيت فيك تستعمل الكيو ار كود. الاباوت اس هي الاباوت ذا كومباني، شو بتشتغل، شو شغلت الكومباني، قد ايه قلب السوق وهالقصص. بعدين في عنا اللي هو الاي شوب. الاي كوميرس عبارة عن 15 برودكت فيك تحطهم. بمجرد ما تكبس، اذا حدا مهتم بموضوع الاي كوميرس بتكبس على الباي ناو، بيبعتك ريدايركت على الواتساب، دغري بتحكي مع الشخص يلي هو عطيك الكارت تبعه. I'm interested in the product. وهذه هي. بعدين ترجع بتكفي لتحت، فيك تحط يوتيوب up to 5 videos، فيك تحط ال products وال services، وكمان نفس الشيء inquire about the product or the service. مجرد ما تكبس بياخدك على الواتساب. image gallery هي as stated it's an image gallery، فيك تطلع عليها up to 20 image، بتحط البرودكتس تبعك، بتحط السيرفيس. ما شايفين هون نحن عنا different kind of designs، هدول سامبلز عاملين هون عن البزنس كارد تبعنا. اخر شيء بالكارت بيطلع عندك الكونتاكت اس، زبونك اذا حب يحكي معك بيقدر يفوت على البروفايل، بيكتب الاسم تبعه، رقم الموبايل، الايميل والانكويري تبعه. مجرد ما يعمل له سند بيروح عندك على، بيروح ايميل على الايميل اللي انت حاطه عندك هون. مش هيك بس، ميزة هالبزنس كارد هي انها دايناميك. انت لما بتعمل ابديت على البزنس كارد تبعك اوتوماتيكلي بتتحفظ على الويب سايت.